من جديد ده بجد التحية بالكابتن أسامة حسني وبضيوف الكرام وبكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. معي في هذه الأثناء كابتن فريق النادي الأهلي مواليد 2005، واحد من اللعيبة المميزة في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، يوسف عفيفي. يوسف، برحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي، مبروك على الفوز النهاردة، مبروك على الهدف، مباراة كبيرة راحت أكتر من مرة، ولكن دايما بيبقى رهاننا على شخصية لعيبة النادي الأهلي واللعب الآخر دقيقة. الله يبارك في الكابتن. طبعا اول حاجه الحمد لله عايز اشكر اللعيبه على المجهود اللي عملوه النهارده، وكابتن سامر طبعا بالاخص، طبعا كابتن سامر، لان حتى المباراه اللي فاتت ممكن يكون كان فيه عدم توفيق، بس هو كابتن سامر ادانا الثقه وخلانا نازلين مش حاطين في دماغنا حاجه غير المكسب، ودي روح الفانيلا الحمراء. يعني دايما لما تسجل جون في بلس 90 يعني ده تفرق معانا يعني كنادي اهلي. يعني يوسف، الكابتن سامر قال لكم ايه ما بين شوطي اللقاء؟ شفنا تغير الاداء في الشوط الثاني. يعني كابتن سامر كلمنا بالذات الشوط الثاني لازم ننزل روح، لازم نكون رجاله شويه في الملعب، لما تلعب رجاله النتيجه بتاعت ربنا، وربنا كرمنا والحمد لله ربنا كرم. اشكرك يا يوسف والتوفيق اللي جاي باذن الله. مستمرين معاك يا كابتن اسامه. واحد من الاوراق الرابحه اللي دفع بيها الكابتن سامر عبد الرحمن في مطلع شوط اللقاء الثاني النهارده يوسف جمال. يوسف، ورحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. يوسف صنع الفرق مع النادي الاهلي في الجبهه اليمنى، اهم التعليمات اللي قالها لك الكابتن سامر عبد الرحمن مع نزولك مع بدايه الشوط الثاني. الحمد لله، اول حاجه حابب اشكر كابتن سامر واللعيبه على الاداء ده، اول حاجه على الاداء اللي احنا عملناه النهارده. الحمد لله يعني احنا كسبنا في اخر دقيقه بطلوع الروح، بس دي اهم حاجه، هي دي سمات النادي الاهلي، بيلعب لغايه اخر دقيقه. ماتش صعب، بدانا صعب، دخل فينا جون وجبنا جون وتعادلنا، وبعد كده دخل فينا ماتش كان صعب، يعني دخل فينا جون. نزلنا الشوط الثاني كان 2-1، الحمد لله الكابتن كلمني وقال لي دايما تهاجم دايما لقدام، على طول اشتغل كروسات واشتغل على طول لقدام وحفز اللعيبه. طبعا انت عارف ان احنا الماتش النهارده كان صعب، ف الحمد لله يعني على المكسب. يعني يوسف، ما فقدتش الامل ان المباراه بتروح وبتيجي اكتر من مره؟ ما فقدتوش الامل، الدفع لسه موجود؟ قول لي كنتوا بتتكلموا مع بعض ازاي في الملعب؟ طبعا انت عارف ماتش صعب، ماتش جون هنا وجون هناك طبعا، بس هو برضو اللعيبه الرجاله واللي عندها شخصيه اللي بتحسم ماتشات اللي زي دي كده. الحمد لله يعني احنا من اخر دقيقه من الشوط الثاني بادئين كويس جدا، روح وجون والثاني والحمد لله، وده ما عزناش. الحمد لله احنا كنا واثقين ان احنا نكسب، ان دي الروح بتاعتنا ودي اللي احنا اتعلمناه جوه النادي، ودي اهم حاجه احنا عملناها النهارده. وبشكر اللعيبه على الاداء والرجاله على الشغل اللي عملناه النهارده. اشكرك يا يوسف والتوفيق اللي جاي حبيبي. المدافع الهداف عنده السمات المميزه معتز، واحد من اللعيبه دايما اللي بنراهن عليها في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. معتز، برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، ويخلينا نتكلم كده الهدف الكام السنه دي وكم هدف الموسم الماضي يا معتز. اول حاجه الحمد لله يعني بشكر ربنا على الهدف وعلى المكسب. لعيبه رجاله، هو الجول الثاني ليا السنه دي في 5 ماتشات، والسنه اللي فاتت كنت سجلت طول السيزون 5 اهداف. الحمد لله يعني بشكر ربنا على الموهبه وان احنا قدرنا نوصل وعملنا اللي علينا ورحنا كذا مره، ودي روح الفينال الحمراء احنا نلعب لاخر دقيقه، ولعيبه رجاله قدرنا نقف على رجلينا لاخر دقيقه ونوصل وما فقدناش الامل وجبنا الحمد لله وكسبنا. معتز، دايما الكابتن سامر عبد الرحمن بيدي لك تعليمات انت تزيد في الكرات الثابته، دايما شفناها في مباراه الاسماعيلي في المباراه الماضيه. معتز واحد من اللعيبه اللي بيجيد ضربات الراس. الحمد لله، هو القرانين والثوابت بدايات بتبقى تكتيك، يعني عندي انا وبستانجي وزعلوق بنعرف نلعب بدماغنا، بيعمل علينا تكتيك بيخليها تترفع علينا، وبنقدر الحمد لله يعني اللي احنا نجيب منها جوال كتير. قول لي بقى، انتوا كلاعبين كنتوا بتقولوا لبعض في الملعب المباراه بتروح وتيجي اكتر من مره، في بعض الاخطاء او يعني عندنا اخطاء النهارده، لكن يعني دايما بنقول ان احنا بنلعب لاخر دقيقه، النادي الاهلي اللي الدافع بيبقى لاخر ثانيه مع صفاره الحكم. والله الاخطاء وارده في كره القدم يعني، بس احنا يعني الحمد لله عندنا ثقه في نفسنا وفي الملعب، يعني التيشيرت تقيل بنقدر ان احنا ما نفقدش الامل ويكون عندنا ثقه اللي احنا عارفين ان احنا في اي دقيقه ان شاء الله هنجيب جول. شكرا يا معتز، واتمنى لك التوفيق ان شاء الله والتواجد البطوله باذن الله. شكرا. مستمرين معاك يا كابتن اسامه، واحد ايضا من اللعيبه اللي صنع فارق مع نزوله اللاعب احمد عزت. عزت، برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وتحياتي الكابتن اسامه حسني والكابتن حشيش والدكتور احمد ثابت. ببارك لك النهارده على الفوز وثلاث نقاط مهمين جدا، مباراه صعبه جدا، لكن دايما بنقول لعيبه النادي الاهلي واللعيبه اللي بتنزل تصنع الفارق من على دكه البدلاء، انت كنت واحد من اللعيبه اللي صنع الفارق النهارده من على مقاعد بدلاء النادي الاهلي. طبعا الحمد لله على المكسب والاداء. بشكر اللعيبه، لعيبه رجاله قوي، بشكر الكابتن سامر، بشكر كل الجهاز الفني. طبعا ما كانتش ماشيه معانا في اول الماتش، بس الحمد لله احنا متعودين على كده، احنا النادي الاهلي بنلعب اخر دقيقه، والحمد لله انا حاولنا ان نمشي في اخر شويه، بس الحمد لله يعني وان شاء الله اللي جاي احسن. عزت، قبل ما تنزل المباراه وانت قاعد على مقاعد البدلاء كنت بتتكلم مع اللعيبه ازاي؟ شايفين المباراه ازاي؟ ولما نزلت الملعب ايه اللي اتغير بالنسبه لك؟ طبعا انا مركز ان انا هنزل ان شاء الله هفرق، بدرس الباك اليمين اللي انا العب عليه، والحمد لله نزلت فرقت وكسبنا في اخر دقيقه يعني الحمد لله. كابتن سامر عبد الرحمن، اهم التعليمات اللي قالها لك قبل نزولك. كابتن سامر طبعا بيكلمنا كلنا وما بيزهقش معانا من الكلام، اللي بيلعب او من اللي بيلعبش كلنا تيم واحد، و بيتكلم معانا كلنا يعني نشد، واهم حاجه عنده الروح وكده يعني.
الحمد لله. بشكرك احمد وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه اللي جايه باذن الله. كابتن اسامه، دي كانت لقاءاتنا وتغطيتنا لمباراه الاهلي وفريق بتروجيت في بطوله الجمهوريه للناشئين مواليد 2005 اللي انتهت بفوز النادي الاهلي باربع اهداف مقابل 3 اهداف، ومباراه وفوز مهم جدا لفريق النادي الاهلي. عايز اختم مع حضرتك بنقطه مهمه جدا يا كابتن اسامه، وهي عمليه اذاعه مباراه النادي الاهلي على او مباراه قطاع الناشئين بالنادي على الهواء مباشره. يعني بتلقى امر بيلقى سعاده الجميع، سواء يعني لاعب النادي الاهلي، اولياء الامور، الجماهير، وايضا لاعبي القطاعات الاخرى. الجميع بيسالنا، الجميع بيقول لنا مباراه النادي الاهلي بنتمنى كلنا ان احنا نلعب مباراتنا مع النادي الاهلي عشان نشوف المباريات على قناه النادي الاهلي. الجميع بيشيد بهذا الامر، بيشيد بالاستوديو ملعب الاشبال، بيشيد ببادره النادي الاهلي. دي كانت مهم جدا ان انا انقلها لحضرتك وانقلها لكل جماهير النادي الاهلي، الاشاده اللي بنلقاها في كل مكان على بادره اذاعه المباراه. ويعني نقدر نقول مباراه بعد مباراه ان شاء الله يستمر ملعب الاشبال من جديد. تعود الكلمه للكابتن اسامه حسني.